اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المخوفاتي. معاكم احمد ربيع من قناه المخوفاتي. حلقتنا النهارده هي قصه حدثت بالفعل من تجاربنا الحقيقيه اللي بنقدمها دايما في قناتنا، وهي بعنوان مأوى الاشباح. اتمنى ان القصه تحوز على اعجاب اولا واخيرا، ودائما دي قناتك انت. يلا وانت بتسمع كده انزل ادعم الفيديو باللايك الجميل بتاعك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ولو لسه اول مره تسمعنا شرفنا كمان باشتراكك معانا. وبس كده، تعالوا بقى نشوف الموضوع. جاهزين؟ يلا بينا. قد يقوم المرء بعمل ما يؤذيه ويؤذي كل من حوله، ولعل ممارسه السحر واعمال هي اكثر الامور شرورا مارسها البشر، ولعل بعض القصص تروي المأساة التي خلفتها تلك الاعمال على أرواح بريئة، مثل قصة رولاند دو مقدمات لأحداث غريبة. رولاند دو الصبي البالغ من العمر 14 عام كان يعيش بمنزل جدته هو ووالدته وبعض أشقائه، وكان لجدته غرفة خاصة بها تمنع دخول أي من أفراد الأسرة إليها، وبالفعل تم لها ذلك حتى عام 1949. توفيت الجدة وتحولت حياة الأسرة كلها إلى جحيم مقيم، حيث اكتشف أفراد الأسرة عقب وفاتها أنها كانت ساحرة تمارس فنون السحر الأسود، وكانت تهتم بعلوم تحضير الأرواح، ولم يكن اكتشاف الأسرة للأمر بسهولة، بل عاشوا لحظات كثيرة للمعاناة، والتي بدأت بسماع من أصوات خافتة تتردد داخل جدران المنزل. وتراكمت على الحوائط خاصة في فترة منتصف الليل كل ليلة، كما بدأت الأطياف والأجسام المظلمة في الظهور بالمنزل من وقت لآخر، وشاهدها كل من بالمنزل. لم يمضي وقتا طويلا حتى بدأت تظهر بعض العلامات الغريبة على جسد رولاند دو، والتي بدأت أشبه بحروق تم رسمها بقلم أحمر شفاف. بالطبع لم تنتظر الأم فحملت ابنها رولاند وذهبت به إلى القس، فأمرها أنه عندما يحين الليل تقوم بإشعال الشموع بالمنزل وتضع إلى جوارها الماء المقدس، وهذا ما فعلته الأم. في البداية عم الهدوء بالمكان، واعتقد الجميع أن الأمر قد انتهى بهذا الشكل، إلى أن الأمور تعقدت كثيرا بعد ذلك، حيث انطفأت الشموع وسكب الماء المقدس عندما طارت الطاولة من مكانها وارتطمت بالحائط، وبدأ كل أثاث المنزل بالحركة تلقائيا. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بدأ يطارد رولاند دو أينما ذهب، حيث طارد طاولته بالمدرسة أمام زملائه، مما تسبب في رعب زملائه ومعلميه والإدارة أيضا، فاضطرت والدته لإيقافه عن الذهاب إلى المدرسة، ثم اصطحبته معها إلى بعض المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. فاستمر الأمر بصورة أكبر وتسبب في هلع لكثيرين. بلغ الأمر كبير الأساقفة جوزيف ريتر، وكلف القس بوردن بالذهاب إلى منزل الصبي وعمل جلسة لطرد الأرواح برفقة الطبيب النفسي جيسوت. وبالفعل انطلق الاثنان باكرا صوب منزل رولاند دو. ظل القس بوردن والطبيب جيسوت في المنزل حتى خلد رولاند للنوم، ثم دخل إلى غرفته وبدأ القس في تلاوة الصلاة، وقام بوضع صليب خاص أسفل الوسادة التي ينام عليها دو، ثم غادر الغرفة فورا وأغلق الباب خلفهما. ولم تمضي دقائق حتى بدأ الجميع في سماع أصوات غريبة آتية من غرفة دو. قرر 5 أفراد من العائلة الذهاب إلى غرفة دو برفقة القس، ومجرد دخولهم وجدوا كل الأثاث يتحرك بشكل ذاتي وفي اتجاهات عشوائية، إلى جانب سقوط الصليب من أسفل الوسادة. وبدأ دو في التفوه بالألفاظ النابية باللغتين الإنجليزية واللاتينية. ظل القس يزور دو يوميا ويطلب صلوات إلى جواره بعد
التقييدي، إلى أن الأمر رغم استغراقه الكثير من الوقت فقد أتى بنتائج جيدة جدا، وقد بدأت أعراض التلبس في الزوال وتحسنت حالة الصبي حتى عاد إلى طبيعته مرة أخرى. أحداث تلك القصة حقيقية وقد نالت شهرة واسعة في الغرب، وحولها الكتاب والمنتجون إلى كتب وأفلام حققت نجاحا ساحقا عقب وضع اللمسات الدرامية بها. خلصة حلقتنا النهاردة، كان معكم أحمد ربيع من قناة مخوفاتي. لو عجبتك القصة ياريت تضغط لايك، ولو مش مشترك في القناة ياريت تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، كمان ياريت تعمل شير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.